مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من ذا فود فارماسيست. معاكم مروان احمد. النهارده يوم 2012، بنتكلم على كونتنت بتاع فيفا التيمت تيم. هنتكلم شويه كمان عن الماركت واللي حصل امبارح بعد نزول الكروت الجديده بتاعت رود تو ذا فاينل. قبل ما ندخل في الحلقه يا جماعه، لو بيعجبكم حلقاتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للشانل، وتشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم حلقاتنا اللي بننزلها يوميا على التليفون، على الديسكتوب، على الفيد بتاعك على يوتيوب. دعمكم ده مهم جدا عشان نقدر نقدم ونكمل نقدم الكونتنت اللي انا بقدمه ده بشكل يومي، بتكلم فيه على فيفا التيمت تيم. هندخل النهارده ونشوف الكونتنت اللي نزل. طبعا اوريدي كلنا عارفين انه في نزل اس بي سي اداما تراوري. اداما تراوري ده لعيب محبوب جدا على فيفا التيمت تيم. الناس كانت فاكره ان هو هينزل لما كان في اللعيب الاسباني، اللوجو بتاع اللعيب الاسباني اللي كان المفروض ينزل، لكن نزل خيسوس نافاس سنتر باك. النهارده نزل اداما تراوري بوزيشن تشينج ثاني ليفت باك. وايه عملت حاجه ظريفه جدا طبعا ان هو ينزل ليفت باك دي. انا سبحان الله، انا شفت واحد كان كاتب على تويتر من يومين او كان في ديسكورد مش فاكر بالظبط، كان كاتب عايزين نشوف حاجه زي اداما تراوري ليفت باك. حاجه غريبه قوي، انا مش عارف ده منجم ولا ايه. لكن دي فكره ظريفه ان هم ينقلوا بقى بوزيشن تماما، ينزل بوزيشن تاني. لكن هنبص مع بعض اداما تراوري ده، هقول لكم ايه رايي فيه، هقول لكم تعملوه بوجهه نظري، يعني تعملوه ولا لا، يستاهل ان انت تعمله ولا لا. بس نبص الاول على الستاتستكس بتاعته، وبعد كده نشوف اداما تراوري ده يستاهل ان انت تعمله ولا لا. طبعا هو نزلوه بقى بالسترونج فوت، الرجل القويه بتاعته بقت الشمال مش اليمين. سكيل موفز 4، ويك فوت 2. على طول اداما تراوري الويك فوت بتاعته ضايعه، حتى مع انه في الحقيقه مش لدرجه ان هو تو ستار يعني، بس برضه يعني. طبعا هو هاي اتاكينج وديفنسيف ورك ريت، اكسلريشن 97 96، هيكون طياره. الشوتنج بتاعه اتاكينج بوزيشن 70، فينيشنج 72، شوت باور 85، لونج شوتس 71. هو لحد ما خلوا له شويه من الشوتنج ابيليتي بتاعته، بس انا اعتقد اصلا الكارت الجولد بتاعه الشوتنج ابيليتي اوحش، ممكن 66 حاجه كده. ف ده ابجريد كويس للفت باك هيكون عندك. باسنج 74، كروسنج 88، شورت باس 79، لونج باس 66، كيرف 70. فمحتاج نظبط الباسنج شويه عشان الباسنج مش قوي. الدريبلنج بتاعه، الدريبلنج هتلاقيه دريبلر ممتاز. اجيلتي 84، بالانس 87، رياكشن 73، بول كنترول 82، دريبلنج 92، كومبوجر 77. الديفندنج بتاعه هايل، انترسبشن 86، هيدنج اكيرسي 75، ديفنسيف اويرنس 81، ستاند تاكل 80، سايد تاكل 74. انا بقول هايل بالنسبه لليفت باك 84، مش هايل بالنسبه لو احنا هنقارنه مثلا بسنتر باك يعني. الفيزيكال بتاعه جامبنج 80، ستامنا 83 كويس، ستراند 90، اجريشن 73. هنبص عليه على فاضمن نشوف ممكن نزود ايه. طبعا هو كان فيه ده غير البلاير تريتس بتاعته، زي ما احنا شايفين فلاير وسبيد دريبلر. هو كان فيه اس بي سي تاني اللي هو بتاع الفوت فريز، كان بيديك جولد باك جامبو جولد حاجه كده وتريدبل. خشوش نافاس موجود، ما فيش اس بي سيز تانيه نزلت النهارده، بس علشان برضو نكون متاكدين وما يفوتناش حاجه نبص على اللايف. هالاند موجود، هنتكلم برضو على تاثير كروت امبارح اللي نزلت على الماركت كانت ايه. ماتيو بوليتانو، سيرجيو اجويرو، دول اس بي سيز الموجوده، مفيش حاجه زي ما قلت لكم جديده قوي غير اداما تراوري. طبعا اداما تراوري ده جزئين، اول جزء تيم اوف ذا ويك بلاير 83 و80 كيمستري، هتلاقيها رخيصه دي مثلا 60,000 كوين، ممكن تجيبها 70,000 كوين ماكسيموم. دي اللي هتبقى غاليه شويه، 86 و65 كيمستري، دي هتبقى غاليه شويه. الباك ريتيرن مش عالي، مش واو يعني، فمش حاجه ممكن نذكرها قوي انه دي هتاثر في اختيارك يعني. طبعا الحاجات اللي لسه موجوده فريز فولند، سيلفر ستار، سيريا اي، جولد، برونز. لسه قدامك وقت لو ما عملتش بولاسي تعمله. هنا في اللي هي بتاعت التيمز، بتديك برايم اكتم بلايرز باك، مفيش مايل ستونز جديده، الفاونديشنز بس، وهي في الحاجات اللي هي السيلفر.
لكن مفيش اي مايلستونز تانية جديدة. طيب ده بالنسبة للكونتنت اللي نزل النهاردة، مفيش حاجة غير أداما تراوري نزل. هنبص على فاض بن نشوف أداما تراوري ده انظامه، ونشوف هل يستاهل الفلوس بتاعته او ان انت تعمل اس بي سي ده ولا لا. طيب انا هنا ببص على حاجه اذكرها يعني في الاول، احنا ده أداما تراوري اللي هو العادي زي ما انتم شايفين، اللي هو هاي هاي اللفت باك اللي موجود دلوقتي كلنا ممكن ناخده. اي ايه قبل ما تنزل، قبل ما تعمل تنزله ده، هي نزلت الاول، اول فيرجن نزل طبعا فيرجن كان انا اسف، ده احنا شايفينه دلوقتي. ده اي ايه نزلت اول مره، اول ما تنزل اس بي سي نزل ده كان رايت فوت، مش رجل شمال رجل يمين، هي قويه وهاي لو لو ديفنسيف وورك ريت. يعني مش عارف هم ازاي ما قدروش، ما عملوش ابديت لدي واضطروا ان هم ينزلوها والناس تكتشف وكل الناس تضحك على الاس بي سي ده، بعد كده يغيروها. كان حتى فوت ايكونومست كتب تويت وانا رديت عليه، قلت له كتب تويت قال ان هي اتعدلت يعني، وانا رديت عليه وقلت له طب احنا عايزين نفهم انتوا هو ليه نزل الاول برجل يمين ويعني وهاي لو، وفي الاخر بعد كده عملت له ابديت. اكيد دي ما كانتش مفاجاه ان انت ينزل باك ليفت منزله برجلين يمين قويه، اكيد انت ما اتفاجئتش ان انت غلطت وعملته كده، لا انت عارف من الاول. ما اعرفش هيرد ولا لا، لو رد هبقول لكم يعني، هبوريكم التويت، لكن هو لغايه دلوقتي ما ردش. هندخل نبص على أداما تراوري ده ونشوف الماركت اللي حصل فيه مع تغيير أداما تراوري. طبعا أداما تراوري ده هيديك بيرفكت لينك مع لعيبه وولفز، واشهر لعيب بالولفز دلوقتي هو دانيال بودنس، بودنس ليفت وينج، هيعمل بيرفكت لينك مع دانيال بودنس. وهو كان نازل له كارت اللي هو الرول بريكرز، كارت كويس قوي. اس بي سي أداما تراوري ده ب 220 الف كوين. هنبص على هنبص عليه عامه الكارت ده، وانا هقول لكم انا برايي هو لو هتعمله هتستخدمه ازاي. يعني احنا دلوقتي كبيزك او عم بنشوف احنا عايزين نزود الباسنج، عايزين هي باسنج شويه والشوتنج شويه. ليه؟ عشان انا شايف انه الكارت ده ما يبقاش هيبقى كويس قوي باك شمال، لكن انا حاسس انه الكارت ده في نص الملعب هيبقى جامد قوي كديفندر او سنتر ميدفيلدر 8 او 6. يعني لو عملنا الشادو هيبقى سنتر ديفنسيف ميدفيلدر زي ما انا بقول لكم 83، كارت كويس. بس اللفت باك برضو اكيد هيبقى احسن عشان احنا عندنا الديفندنج. حط له سنايبر لا مش سنايبر فينشر، ده داي اوكي، هي ده داي بتعلي الشوتنج وباسنج اللي انا كنت بقول عليهم، بيبقى سنتر ميدفيلدر 82 كام 85، رايت وينج وليفت وينج 86، يبقى كارت كويس. لو حطينا له ماركسمان كويسه، باور هاوس هي دي شكلها كده، هي دي باور هاوس هيبقى ديفندر جامد قوي، خصوصا ان هو هيبقى ديفندر سريع جدا، هيبقى باسنج بتاعه زي ما انتم شايفين 15 فيجن زياده، كروسنج 5، شورت باس 89، لونج باس 96، زودنا 10. باور هاوس كويسه قوي عليه، ستاند تاكل 95، ديفنسيف اويرنس 86، انترسبشن 96، ده هيبقى وحش في نص الملعب بكل ما تحمله الكلمه من معنى، يعني هيبقى وحش. لغايه دلوقتي انا مش شايف حاجه احسن من ال دي، ما بتزودش الباسنج، جوردن ما بتزودش الباسنج، السنتينل بتزود له الديفندنج، انجن لا مش انجن اللي هنستخدمها، مش جلاديتر، باك بون ها فيها كلام يعني انه باك بون عشان بتزود الفيزيكاليتي بتاعته شويه، بيبقى برضه قوي في نص الملعب. الانكر حلوه بس انا مش عايز ازود البيس بصراحه. الهانتر لا، الكاتاليست بتزود هنا الباسنج بتاعه، الشادو اللي احنا شفناه. طيب احنا قلنا باور هاوس، باور هاوس انا شايف ان هي احسن واحده، هي و لا مش المايسترو، كانت انهي واحده؟ كانت السنتينل، باور هاوس والسنتينل، لا السنتينل ما بتزودش الباسنج، باور هاوس والانجن
انجن، هي كان في حاجة تانية احنا لسه شايفينها. اني واحدة جلاديتر، اوكي هي باور هاوس يا جلاديتر. انا بالنسبة لي خلي بالك باور هاوس وجلاديتر كمان بيخليه لفت باك، لو انت هتلعب بيه لفت باك 86 هيخليه سنتر باك 86، حاجة كويسة قوي. سنتر باك على فكرة هو كارت، كارت دي ممكن تلعبه في كذا مكان. باور هاوس بتخليه لفت باك 87، بتخليه ديفندر 85. انا شايف لو الكارت ده هتعمله العب بيه ديفنس الميدفيلدر، مش هتندم، هيبقى كارت كويس قوي. بس هنا الكلام بقى في انت مستعد تدفع 200 الف كوين في لعيب ان تريدبل ولا لا. هنا دي لازم انت تقيمها شويه، علشان ما فيش حد غيرك يقدر، انت عارف كل واحد عارف الكوينز بتاعته قد ايه وممكن يستخدمه ولا لا. انا بصراحه انا مش هقول لك هو كاس بي سي وحش، هو اس بي سي شكله فكرته عجباني، ان هو لفت باك فكرته عجباني، لكن اوفر فاليود شويه شويه كتير. يعني نافاس انا شايف ان نافاس مع ان سعره عالي بس اوقع من ادم تراوري. لكن انت يعني انت لو عايز، لو معاك كوينز ومش فارقه معاك، معاك فاضر مش فارقه معاك برضه، وعايز تجرب تتسلى تعمل حاجه جديده، اللعبه دي عن التسليه يعني، فانت ممكن تجربه وتخليه في النادي، وممكن تنزله سوبر ساب قدام يعني سترايكر او وينجر عادي. احنا نشوف الفرق اصلا بينه وبين الكارت اللي هو العادي جولد بتاعه، بلس 6 شوت بلس 7 باس بلس 42 ديفنسنج ديفنسيف ابيليتي. شايفين ده ديفنسيف بوست، اعلى ديفنسيف بوست في التاريخ، وبلس 4 فيزيكال. فانت ده ممكن تلعبه ورا، انت ممكن تجيبه وتخليه، بس هو فاليو بتاعه عالي كسوبر صاب يعني، انت لو هتجيبه لازم تبدا بيه. لكن لو انت هتجيبه ببلاش ومش هياثر عليك، انا لو هجيب كارت زي ده انا هخلي سوبر صاب بصراحه، عشان ممكن لو خسران انزله قدام، لو كسبان انزله ورا واقفل الماتش. لكن انا بالنسبه لي برضو احسن مكان في على الدايره في نص الملعب ده احسن حاجه. هنعمل له كومباريزن علشان برضو نشوف ده مقارنه باحسن لفت باك في الدوري اللي هو فيرلاند مندي ايه النظام. وفيرلاند مندي دلوقتي ب 60000، 58000، 51000 كوين على البلاي ستيشن، 34000 على اكس بوكس، ده مقارب على اكس بوكس بلاي ستيشن. بيس ادامة طبعا اسرع، الان جيم ستاتس الفرق بينهم اقل من 100، سبين سبيد ادامة اسرع، شوتينج ادامة احسن، بوزيشننج فرق 10 لفيرلاند مندي، فينشنج 72. او هتلاقي عشان هو اصلا بيس كود بتاعه مهاجم فهتلاقيه احسن حته الاتاكينج يعني، بس فيرلاند مندي 4 ستار 5 ستار، 4 ستار 5 ستار صح؟ اتاكد برضو انا عشان ما اقولش معلومه غلط. 4 ستار سكيلز 5 ستار ويك فوت، ادامة تراوري 4 ستار 2 ستار، كروسنج ادامة احسن، فري كيك اكيرسي ادامة احسن، شورت باسنج مندي بس هو شبه بعض يعني، لونج باسنج مندي احسن، كيرف مندي اعلى مش قصه، فيجن زي بعض تقريبا، اجيلتي هتلاقي ادام تراوري احسن في اجيلتي، بالانس ادام تراوري، رياكشن فيرلاند مندي، بول كنترول. احنا شايفين بصوا مفيش فرق مهول في القدرات، بس ده واحد ان تريدبل ب 219 وده واحد تريدبل ب 51000 كوين. هنا انت لازم تقرر لنفسك ايه اللي ممكن تعمله، هل انت يعني اللي ممكن تقول هل ده المناسب ليك ولا لا. لكن انا شايف بصراحه لو عايز تتسلى اعمله، عايز يبقى كارت بتحب تجمع كروت اعمله مفيش مشكله، لكن ما تخليهوش معاك وما تعملوش يعني وانت معكش فلوس وتصرف عليه، علشان مش حتى هيبقى كارت كويس ليك. غير لو انت هتلعبه في نص الملعب، خلاص لو هتلعبه في نص الملعب هتعمل بوزيشن تشينج يعني وتلعبه في نص الملعب، ده هيبقى في نص الملعب كارت جامد قوي. نشوف تاثيره على دانيال بودنس. بودنس هو اللعيب اللفت وينج بتاع وولفز، بيديله بيرفكت لينك، اكيد انه بقى في البوبيلر زي ما انتم شفتوا، علشان ادامه نزل. بودنس دلوقتي بقى ب 78.5، انا متاكد ان هو كان اعلى 93 اول ما ادام تراوري نزل، شايفين قدامي اهو كان ب 54. بانيك باي بانيك سيل نزل تاني ل 78 علشان الناس ادركت
انه مش ناس كتير هتعمل ادامه تراوري ده، فخلاص انا عايز اخلص منه بقى، السبلاي عالي على الماركت، سعره نزل. طيب ده بالنسبه للكونتنت النهارده اللي نزل لادامه تراوري. هتكلم شويه عن اللي حصل امبارح واللي هيحصل كمان كام يوم. الحلقه النهارده مش هتبقى طويله قوي، هنتكلم بريفلي انت ممكن تعمل ايه وتبص ازاي في الماركت علشان تتعلم. النهارده كان في لودنج سكرين جديده على اي اي، المفروض هينزلوا لعيب فرنسي ولعيب من ريد بول لايبزيج تقريبا. و انا فاتح دلوقتي اللودنج، اوكي هو اللودنج سكرين مش طالع لي، مش عارف ليه، بس انا بحاول اجيبها علشان اجيبها هنا. اوكي طب نبص عليها سوا دلوقتي مع بعض. طيب دي اللودنج سكرين اللي موجوده دلوقتي على فيفا التيمت تيم. شايفين في لعيب بكره هينزل رايت ميد فيلدر، شايفين انه في لعيب من ريد بول لايبزيج هينزل بعدها، بعد سترايكر فرنسي هينزل يوم الثلاث. كل الناس بتقول يا رب يكون سان ماكسيمان. هنشوف هيبقى سان ماكسيمان ولا لا. ممكن سيسوكو سترايكر، مش عارف، هنشوف يعني اللي ممكن ينزل. لكن زي ما انتم شايفين ده اللودنج سكرين الجديده. هنتكلم دلوقتي، نرجع تاني ونتكلم على الماركت، عايز اتكلم على كام حاجه كده لازم تفتح عينيك ليهم اليومين الجايين، بالذات لما ينزل سترايكر الفرنسي ده وسترايكر من البريمير ليج. هتعمل ايه؟ طيب دلوقتي احنا امبارح نزل لنا سيرج جنابري اللي هو الاس بي سي، وجنابري ده عمل انقلاب في الماركت بتاع امبارح. كان يوم الدوري الالماني، سيرج جنابري، كيفن فولاند ده مش دوري الماني لكن هو الماني، وايرلينج هالاند بلاير اوف ذا مانث. جنابري نزل من هنا، لعيبه بايرن ميونخ حصل اضطرابات غريبه ومفهومه علشان اللينكس. اول لعيب هنشوفه اللي هو كيميك اللي هو التيم اوف ذا جروب ستيجز. وانت لو كنت جبت كيميتش التيم اوف ذا جروب ستيجز قبل بقى او وقت ما جنابري نزل جبته كنت استفدت جامد. 278 ده احنا هنشوف سعره كان عامل ازاي. سعره ما كانش كده خالص، يعني هو النهارده اليوم كله زي ما انتم شايفين 260 286 عمال يعلى وينزل من 260 ل 280. امبارح قبل ما الاس بي سي ينزل كان ب 200,000 كوين، يعني هو بدأ اليوم اصلا باقل من 200,000 كوين، 190,000 كوين، طلع ممكن نقول 100,000 كوين بعد نزول سيرج جنابري. مش بس اللي هو كيميتش ده، هنيجي نبص على الانفورم بتاعه. الانفورم بتاعه زي ما انتم شايفين 92,000 كوين، طلع ل 130,000 كوين اول ما نزل للاس بي سي. لو كنت استثمرت في الاثنين دول جي جي. هنبص على 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 ليون جوريتسكا. ليون جوريتسكا الانفورم نطه جامده قوي برضو علشان بيلينك مع سيرج جنابري. طبعا دلوقتي انت ممكن تعمل فرقه بايرن ميونخ عالميه، جوريتسكا وكيميتش، وتلعب قدامهم جنابري، وتلعب وراهم ألبا اللي نزل امبارح روت ذا فاينل، وفي الفونسو ديفيز على الشمال، يعني ممكن تعمل لك فرقه المانيه تدغدغ الدنيا. ده جوريتسكا 237 النهارده، سعره ثابت عند 230 290 ل 240 220 ل 240. نفس الحاجه حصلت معاه 178، كان بادئ اليوم 176 طلع ل 224 في لحظه اول ما نزل سيرج جنابري. فانا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول لكم علشان اللي بيحصل دلوقتي ده دايما بيحصل، بيبقى في باترن ان هو زي اللي حصل دلوقتي ده هيحصل كمان يوم، هيحصل كمان يومين، هيحصل كمان ثلاث ايام لما يجي ينزل اللعيبه اللي هتنزل دي. فلنفترض مثلا انه عندك مين دلوقتي، خلينا نقول مثلا نختار، انا بختار من اللعيبه اللي هي موجوده على اللود سكرين، مش عايز ابعد قوي، بس يعني هو ما اعتقدش انه من لايبزيج هينزل. مثلا مين اللعيب اللي ممكن ينزل؟ اوباميكانو عنده رايت باك، ممكن ينزل اوباميكانو سنتر باك مثلا.
انا اسف، ده كان موكيالي عنده رايت باك، ممكن ينزل سنتر باك، ممكن يعملوها وينزلوا لنا اثنين لعيبه في برومو، في اثنين بروموز شفناها زي ما بول بوجبا نازل في الروت تو ذا فاينل ونازل في هو الرول بليكرز. ممكن ينزل مثلا لعيب زي فلنفترض نزل موكيالي قام نازل سنتر باك. اللي هيعلى او اللي انت لازم تبص عليه مين هيبقى اوبن ميكانو مثلا. انا بدي اي مثال. اوبن ميكانو اوريدي عنده انفورم ده على طول عالي ب 155 الف كوين، او هو النهارده او امبارح كان 155 الف كوين. هنشوف دلوقتي هو سعره كام، بس 155 الف كوين لسه ثابت. فميكانو ده يوم ما ينزل موكيالي، وموكيالي كويس قوي في اللعبه دي، واوبن ميكانو كويس قوي برضه في اللعبه دي، يوم ما ننزل لو نزل لعيب زي موكيالي سنتر باك، هتلاقي اوبن ميكانو ده طار ضرب ال 200 و200 وي. علشان بكل بساطه حاجتين، اول حاجه اللينك اللي بيعمله دايركت، وانا وريتكم اكزامبل من اللي حصل امبارح. تاني حاجه اوبن ميكانو ده لو انا افتكر كان تيم اوف ذا ويك 1 باين، اوبن ميكانو اهو ريليست 30/9 تيم اوف ذا ويك 1. اللعيبه دي ما كانت لسه بري اوردر، لسه الناس اللي جايه لها ما كانتش لعبه البري، او مش ما كانتش لعبه، الناس اللي اخذت بري اوردر اخذت بعد كده، لكن ما كانش كتير في الباكس، ما كانش في ناس كتير على اللعبه. فاوبن ميكانو ده اصلا ايتم رير، عشان كده سعره عالي. فما بالك بقى لما ينزل له انفورم، ينزل له كارت يكومبلمنت اوبن ميكانو ده ويلعب جنبه. لازم تبص على الحاجات دي، تبص مين اللعيبه اللي هتعلى في السعر، هتبقى تضرب في السعر جامد مع لعيب لما ينزل. هنبص سترايكر فرنسي نازل مثلا، نفترض انه مين نزل من فرنسا. يعني احنا لازم نبص على بوزيشن مختلف. يعني احنا هنبص على نفترض انه سان ماكسيمان، زي ما انا قلت سان ماكسيمان لما ينزل اكيد اللي هيعلى اللعيبه الفرنسيه كانتي اللي بيلعب بلينك معاه، هيعلى بول بوجبا اللي هيلينك معاه، موسى سوكو علي مثلا اللي هيلينك معاه، سون الانفورم بتاع سون، مين تاني ممكن يلينك مع لعيب من مين تاني ممكن لعيب من فرنسا مثلا. يعني ممكن يعملوا حاجه مجنونه، ينزل لك لابورت سترايكر، مش هتحصل يعني، لكن هو هيختار حاجه مميزه قوي. فانت لازم تفكر، لازم تكون مستعد اول ما الساعه 8 دي تنزل على طول، لازم تشوف وتشوف اللعيبه الانفورم، مش اللعيبه الجولد. اللعيبه الانفورم هي اللي سعرها بيضرب بيها عالي، عشان هي لعيبه اعلى في القدرات، وفي نفس الوقت الناس دلوقتي معاها كوينز ممكن تشتري اللعيبه دي. دي بكل بساطه ماركت اوتلوك، يعني تبص عليها تعمل ايه. الحلقات الجايه او بكره يعني هنتكلم برضو ونشوف مين اللي نازل على الرايت ميدفيلدر اللي هينزل، وهنتكلم نقول هو ايه كان قصته واثر على الماركت ازاي. النهارده مفيش تقلبات كبيره قوي في الماركت، هو امبارح لما نزل اللي هو سيرج جنابري، وبالمناسبه برضو هالاند لما نزل اللي هو بلاير اوف ذا مانث، هنشوف على جيدان سانشو ده تاثر جامد، اللي هو الرايت وينج الريكورد بريكر، علشان بيعمل بيرفكت لينك معاه، والناس ممكن تلينك دلوقتي هالاند بلاير اوف ذا مانث مع جيدان سانشو وتافارنييه، او ممكن تلعب بثلاثه وتلينك مع ديفيد باكهام. ده جيدن سانشو دلوقتي 302 الف كوين، طبعا هو كان بي امبارح قبل ما هالاند ينزل، ده مع الهايب بيعلى 314 315، وبدا اليوم ب 355، قول 350 يعني، عالي 50 الف كوين مع الهايب. فانت لازم تبص على الحاجات دي دايما، تخلي عينك على مش اللعيب. الناس كتير بتغلط الغلطه دي، او الناس اللي بتتاجر عامه مش كلها بتنتبه للحته دي، ان انت مش ده مش وقت في الـ في الـ في الـ في الجيم سايكل، يعني ده مش وقت ان انت تتاجر بالفودر، او مش وقت تتاجر بالفضل. يعني انت نزل اس بي سي ادام تراوري، مش هتروح تعمل ستوك عليه على 83 علشان تبيع للناس اللي بتشتري ادام تراوري، مش ده المربح دلوقتي.
مش المربح الاس بي سي فودر غير لو نازل حاجه كبيره زي ايكون ريبيتبل مثلا، ده اللي بيعلي الاس بي سي فودر، ده اللي ممكن تتاجر فيه. لكن الاس بي سيز العاديه دي مش مربح ان انت تتاجر في الفودرز على قد ما هو مربح ان انت تتاجر في اللعيبه اللي بتعمل لينك مع اللعيبه اللي نازله اللي الناس عايزه تجربها دي. لو انا عندي عايز اجرب ادامه، هروح احاول اعمل له بيرفكت لينك هجربه مع علشان على الاغلب، لو انت بتلعب واحد بتلعب ب زي كل الناس او ناس كتير جدا، هتروح تلعب بفاران وجو جوميز وكايل ووكر مثلا او سيميدو، دول ثلاثة على الخط بتلاعب سيميدو مع ناحية كايل ووكر. الطبيعي ان انت كنت بتلاعب فاران مع ميندي، ناس كتير بتعمل كده. طب انا جبت ادامة تراوري، عايز اجرب ادامة تراوري، ما انا لو جبت بقى الناحية اليمين، لو جبت جو جوميز مثلا ناحية ادامة تراوري اوكي هيعمل لينك، لكن سيميدو مش ما فيش رايت وينج برتغالي في الدوري الانجليزي هيعمل معاه بيرفكت لينك. فالناس بتقوم قايله لك طيب ما انا لاعب بقى جو جوميز مع سيميدو واقوم جايب له دانيال بودنس يلعب قدامه عشان اعمل جرين لينك. ولو انا بلعب الناس كتير بتلعب 4 5 1 عشان تجيب الكيمستري كويسه، فده هيبقى 1 جرين لينك، هيبقى هيدي ادامه 10 دايركت، هيبقى كده. فانت لازم تبص على الحاجات دي. التجاره باللينكس مربحه جدا دلوقتي بالذات في البرومو زي ده، عشان البرومو زي ده بيبقى بوزيشن تشينج مختلف، فانت ممكن تكسب، بس لازم تبقى ايه تلقطها وهي طايره على طول ورا بعض ورا بعض، تقدر تلحق وتتاجر في اللعيبه الصح. اتمنى النهارده ان يكون الحلقه عجبتكم، واتكلمنا عن حاجات كويسه بالنسبه للكونتنت بالنسبه للتجاره. يا ريت يا جماعه لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، تكتبوا لنا في الكومنتس لو في حاجه معينه على دماغك في دماغك عايز تقولها او عايز تقترحها، تعملوا سبسكرايب للشانل وتشغلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم فيديوهاتنا اللي بننزلها بشكل يومي، كل يوم بشكل يومي. كان معاكم مروان احمد ذا فود فارماسيست، اشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله مع فيفا التيمت تيم. سلام عليكم.